ده تأخير تم إضافته للبرودكشن ريبورت، بنجيبه من البيرشيسز هنا، بنختار طبعا كل حاجة، نرجع تاني كده اهوت، بنختار ايه، بنختار فلترز على البيرشيس اولدرز وتو ابروف، وبعد كده بنسلكت اول كالعادة، بنسلكت اول كده اهوت، بعد كده هن ايه هن اكسبورت، هن اكسبورت البرودكشن اوردر برودكشن ريبورت فاكتوري فور بي اوز، ده عشان نطلع الايه الفور بي اوز، وهن اكسبورته كالعادة، وناخده كوبي بيست نحطه في البرودكشن ريبورت اللي زودنا فيه صفحتين كده في الاخر اهو، واحد بنحط فيه التقرير هنا، واحد بنعمل ريفرش عليه عشان نطلع النتيجة. هناخد ايه، هناخد الصفحة بتاعة الفاكتوري بي اوز دي، نحط فيها نبيست فيها الايه الداتا اللي احنا طلعناها من هدوء هنا، وبعد كده هنروح هنا كالعادة نعمل ريفرش عشان يطلع لنا الايه التقرير النهائي بتاع الايه البي اوز اللي من الفاكتوري معمولة على الفوب. هنرفرش يطلع لنا الداتا الحديثة برضو كالعادة كده، هنلاقي الداتا كلها مرصوصة قدامنا، نقدر نفلتر بالتاريخ، نقدر نفلتر بالشهر، فرش يطلع لنا الداتا المحدثة، الداتا كلها عندنا هي على سطر واحد، هتبقى نقدر نفلتر بالشهر بالسنة بالكاتيجوري بالجندر، عندنا الستيتس عشان شفت كل حاجة، وعندنا الإجمالي في كل ده، يعني ده إجمالي كله كده. وهنا هوت بقى عندنا ايه بالكود، يعني ده ايه ده الستيتس ده في الحريمي في الدراسة كود واحد اهو بالكمية دي، لكن لو دخلنا مثلا هنا هنلاقي ده في كذا كود، ده اجمالي الكمية في الستيتس ده في المان في البولو في الكمية دي، وادي هنا لو دخلنا في الخلية اللي جنبها هنلاقي ايه الاكواد مرصوصة كده فوق، وهنلاقي الايه الكميات بتاعتها مرصوصة فوق، والبي اوس ريليتد بالكميات ديت والاكواد دي مرصوصة برضه فوق بعض عشان نعرف نراجعها. كده يبقى احنا اضفنا الاوامر الانتاج اللي خاصة بالفوب من المصنع. شكرا.